في لاس فيغاس ما يقارب 35 مليون شخص يحاولون أن يصبحوا أغنياء كل سنة، لكن معظمهم يفشلون في تحقيق ذلك، ولهذا يتبعون الغش. فكل يوم يبحث الغشاشون عن طرق جديدة للتغلب على النظام، وهذا ما يعمل أمن ولاية لاس فيغاس على الحد منه. ففي كل مرة يظن الغشاش أنه سيفلت بفعلته، يتم القبض عليه من طرف أمن الولاية، وهذا ما يدفع شرطة هناك إلى رفع التحدي بشكل أكبر. خلال الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم، نتعرف وإياكم على واحد من أخطر المحتلين في هذا المجال، ونلقي الضوء على أبرز الخدع التي كان يتبعها للفوز. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. إن كنت تريد أن تحظى بمحتوى حصري ومشاهدة للفيديوهات قبل نشرها في القناة، بل وحتى دردشة خاصة معنا، كن داعما لقناة وقائع وستستفيد من امتيازات عديدة. قم بالضغط على رابط الباتريون في الوصف أو الظاهر الآن في الشاشة، وكن السبب في ديمومة قناة وقائع. نشكركم من كل القلب. الغشاشون كانوا موجودين منذ أن بدأت المقامرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الغرب القديم كان يسهل اكتشاف الخداع. اليوم توجد آلاف الكاميرات تراقب كل طاولة بدأت بها اللعبة، مما يعني أن الغشاشين يجب أن يكونوا أكثر سلالة من أي وقت قد مضى. حيث يقول مارك لينغ بصفته أحد أعضاء نقابة اكتشاف الغشاشين بأحد الكازينوهات، والذي يؤكد أن التكنولوجيا لا تنتهي أبدا، وأن التحدي الأكبر لهم هو الاستمرار في لعب لعبة القط والفأر. ولكن بين الفينة والأخرى يأتي محتال يستطيع تخطي كل تلك الإجراءات وينجو بفعلته عبر الفرار من الرادار. تتبع أكبر عمليات الاحتيال التي مرت بالولايات هو عمل نقابة نيفادا للتحكم بألعاب الطاولة ونسخته من قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي لكتاب تحت عنوان الكتاب الأسود الذي تم تأليفه سنة 1960. كما يقول كيث كوبر الذي يعتبر عضوا في النقابة أنه في بداية الأمر تم وضع ستة أشخاص ضمن الكتاب، الذين تم وضعهم في الأصل هم شخصيات الجريمة المنظمة، وهؤلاء الأشخاص لن يسمح لهم بالدخول إلى أي كازينو إطلاقا. ولكن عندما مات رجال العصابات القدامى فقد برز الجيل الجديد من الغشاشين المتمرسين بالتكنولوجيا وتمت إضافتهم إلى القائمة. ويقول كوبر أيضا أنه يوجد حاليا 38 شخصا بالكتاب، ومعظمهم محترفون قاموا بخداع مجموعة من الكازينوهات قبل أن يتم القبض عليهم. حاليا توجد الشرطة في صراع مع طرفان، وهما الآلات الإلكترونية سهلة الاختراق والغشاشين المحترفين، حيث يوجد في ولاية لاس فيغاس حوالي 120 ألف ماكينة قمار، أي بمعدل واحدة لكل 5 أشخاص بالولاية. منذ الأيام الأولى حاول الغشاشون خداع الآلات باستخدام الرخاويات أو العملات النقدية المتصلة بخيط أو سلسلة يمكن إعادة سحبها للخارج مجددا، ولكن الآلات الآن أصبحت أكثر تعقيدا بالنسبة لهم. ويعد تومي كارمايكل الذي كان يشتغل كمصلح لأجهزة التلفاز أحد أكبر محترفي النصب في هذا المجال، فعلى مدى أكثر من عقدين صمم كارمايكل الآلات مكنت وعدة محتالين آخرين من كسب الملايين من ماكينات القمار الموجودة بكازينوهات الولاية. وكل الماكينات التي تراها اليوم فقد تم تصميمها ضد ما كان يقوم به تومي. يبلغ تومي كارمايكل 62 سنة اليوم، وقد أجرى في إحدى المرات مقابلة لكي يطالع الناس عن كيفية احتياله على كازينوهات لاس فيغاس لسنوات، حيث قال أنه كلما كان يريد القيام بنزهة أو الذهاب في عطلة يقوم بالذهاب إلى أحد الكازينوهات والقيام بعمله. تبدأ القصة في محل كارمايكل لتصليح أجهزة التلفاز،
هناك اتصل به أحد أصدقائه ليخبره أنه قد اكتشف كيفية صنع آلة لاختراق بعض الماكينات، وكانت تلك الآلة هي ما أطلق عليه المفصل العلوي والسفلي، والذي يتكون من جزئين. الجزء السفلي مصنوع من قطعة قصيرة من أسلاك الجيتار، حيث أن هذه القطعة تقوم بسحب التيار من لوحة دائرة الماكينة ويرسل قوة كهربائية منخفضة والتي تمر من خلال فتحة الجهاز. ثم الأداة العلوية والتي هي قطعة من المعدن على شكل رقم 9 يتم إدخالها في فتحة العملات النقدية، وهذا ما يكمل دائرة كهربائية قوية بما يكفي لتنشيط الأنبوب الذي يوزع المال، وعندها القطع النقدية تتدفق. كان صديق كارمايكل يكسب المال الوفير من هذه الخدعة، بينما كارمايكل كان لا يزال يحلم بتحقيق عدة أشياء دون جدوى. هنا قرر كارمايكل الدخول في العملية، لذلك سافر إلى نيفادا ليجرب حظه رفقة جهاز صديقه. وفي سنة 1980، وبينما لم تكن الكاميرات في تلك الأثناء لتكتشف نشاطه، يجلس كارمايكل أمام إحدى الماكينات ويقوم بإدخال المفصل العلوي والسفلي، وفجأة حصل تومي على تدفق العملات النقدية، كما أصبحت لدى تومي وظيفة جديدة وهي الغش بلاس فيغاس. عندها بدأ كارمايكل في الانتقال إلى ولاية لاس فيغاس كلما سمحت له الفرصة. يقول تومي أن كل ماكينة كان يسحب منها حوالي 75 دولارا، وإذا عمل بجد فيصل مدخوله إلى 3000 دولار لليوم الواحد، كما يتابع أنه كان يمضي اليوم كله هناك ويترك متجره لأحد أصدقائه لإدارته. ويكمل أيضا أنه بعد شهور من الانتقال والعودة اتضح له أن متجره لم يعد يربحه الشيء الوفير، فقرر إغلاقه والانتقال إلى لاس فيغاس بشكل نهائي ليكون قريبا من مكان عمله الجديد في النصب. بدأ كارمايكل في العيش برخاء، حيث تعرف على أصدقاء جدد هناك، فيقول أن سحر ولاية لاس فيغاس يجعلك تنفق بقدر ما تجني. يقول كيث كوبر عضو نقابة مراقبة ماكينات اللعب أن تومي قد وجد طريقة مبتكرة آنذاك، وكانت تساعده في جني الكثير، لذلك استمر فيها وبدا له أن الأمر يستحق المخاطرة. ويقول تومي أنه كان يستمتع عند قيامه بالعملية، ولكن كان هنالك جزء واحد يجعله دائما حريصا، وهو الأشخاص المحيطين به، فكلما اقترب من الإقدام على خطوة كان يدير رأسه ليرى إن كان شخص ما يشاهده. ولكي يتفادى الشك كان تومي لا يبقى في مكان واحد، فعلى مدى 5 سنوات قام تومي كارمايكل بزيارة كل الكازينوهات الموجودة بلاس فيغاس. ثم في سنة 1985 اكتشفت إدارات بعض الكازينوهات أن هناك محتالين يقومون بنهب الأموال عن طريق استخدامهم جهاز المفصل العلوي والسفلي. هنا استجاب مصنعو الماكينات وقاموا بتعديلها لكي يتم رفض أي جهاز خارجي يقوم بلمس الآلة، حيث تم وضع صمامات للآلات بطيئة النفخ، وإذا حاول أحدهم خداعها بالأسلاك فإن فتيلا داخلي سينفجر وتصعقه الكهرباء. ثم بسرعة انتشرت هذه الماكينات في كل الكازينوهات. هنا أدرك تومي أنها نهاية مصدر المال السهل، ولكي يستمر في النصب يجب عليه البحث عن مكان لا زالت به الآلات القديمة. وفي 4 من شهر يوليو من سنة 1985 تم القبض على تومي وهو يغش في إحدى ماكينات القمار. وبعد القبض عليه عثر رجال الشرطة بالموافقة مع نقابة مراقبة ماكينات اللعب على عدة أجهزة بحوزته، والتي ثبت أنه كان يستعملها في عمليات النصب خاصته. فيقول كيث كوبر أن الغش هو جناية يعاقب عليها بمدة قد تصل إلى 6 سنوات سجنا. وفي نهاية المطاف تم الحكم على تومي كارمايكل بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب تورطه في نهب أموال مجموعة من الكازينوهات،
وعلى الرغم من أن عدة أشخاص عندما ينتهي بهم الوضع في السجن يقومون بالبحث عن وظائف هناك لتأمين حياتهم، فإن تومي لم يكن كذلك، بل حتى أنه كان يخطط لعملية احتيال كبيرة قادمة. يقول تومي أنه تعرف على العديد من السجناء هناك والذين كانوا يلعبون القمار أيضا، ومايكل بلزامو أحدهم. هؤلاء والذي كان مجرما محترفا وقد كانت جريمته هي النصب وخداع صناعة الكازينوهات، فأدرك كارمايكل وبلزامو أن لديهما الكثير من الأشياء المشتركة. هناك بدأ بوضع خطط يتم تنفيذها عند الخروج من السجن. سنتان بعدها وبالضبط سنة 1987 تم إطلاق سراح تومي كارمايكل بسراح مشروط، وهو العودة إلى مدينة تولسو والبقاء خارج لاس فيغاس للأبد. لكن يبدو أن كارمايكل لم تكن لديه أي نية في الامتثال للأمر الذي تلقاه من قبل السلطات، حيث استمر تومي في سفر إلى تولسو للظهور بقسم الشرطة، ثم بعدها يعود إلى لاس فيغاس ليستكمل ما تم بدأه قبل سنوات. كان تومي يجوب كل الكازينوهات بحثا عن آلاته القديمة، كما كان ينتظر خروج صديقه الجديد بلزامو، وبعد إلقاء نظرة وفي كل الكازينوهات التي سبق وأن ذهب لها وجد أن كل شيء قد تغير، والآن يجب عليه صنع أدوات جديدة تستطيع خداع الجيل الجديد من ماكينات القمار وكذا للعودة إلى العمل. فقام تومي بالتطوير من نفسه حيث انتحل صفة صاحب كازينو وبدأ بالذهاب إلى المصنعين الفعليين لماكينات القمار وتظاهر كما لو أنه يسعى إلى شراء تلك الآلات الجديدة، ثم بعدها يقنع مندوبي المبيعات بفتح الماكينات وتفكيك الأشياء من داخلها. وبعد جولات عديدة اتضح لتومي شيئان الآن، هو أنه لن يكون خيار توصيل الأسلاك بالآلات واردا، وثانيا ولكي يستطيع دراسة هذه الماكينة الجديدة ويجد طريقة للتغلب عليها يجب عليه شراء واحدة. والمشكلة الآن هي أن ماكينات القمار تكلف 8000 دولار في الوقت الذي كان فيه تومي عاطلا عن العمل، بالإضافة إلى صديقه بلزامو الذي خرج من السجن أيضا، لذا قرر العمل معا لجمع المال. فقام بعدة رحلات لكل أنحاء ولاية نيفادا للبحث عن الآلات القديمة لكي يستطيع إخراج المال منها. وخلال أقل من أسبوع استطاع شراء الماكينة وبدأ العمل. كان لدى تومي القدرة على تفكيك الآلة واستخراج جميع ميزات الماكينة وتطوير التقنيات لتفاديها، ثم سرعان ما أدرك كارمايكل أن الجيل الجديد من الآلات بها مشاكل عديدة، حيث اكتشف أنه يمكن تجاوز العداد الذي يطلق المال عن طريق المفتاح الصغير الموجود في أعماق الماكينة، ومع عدم عمل العداد سيستمر الجهاز في رمي المال. ولكن يجب على كارمايكل الآن أيضا تصميم أداة يمكنها الوصول إلى هذا المفتاح، وهو ليس بالأمر السهل. يقول تومي أن الأمر قد استغرق 6 أشهر للوصول إلى شيء جديد وقد اسمه المنزلق، والذي كان يبلغ حوالي 11 إنش طولا، وقد تم تجربته وكان يستطيع المرور من خلال فتحة الماكينة، وبمجرد أن يصبح المنزلق داخل الماكينة يجب أن ينزلق أسفل باب أمان ثانوي ثم يستدير 10 درجات لإشراك المفتاح الصغير. لكن إذا قام كارمايكل بتصميم أداة بامتداد منحني ثابت فسيتم تعليقه على مئات الأسلاك بالداخل قبل الوصول إلى الباب، وهذه المشكلة قد توقف مخططات الثنائي، غير أن تومي لديه الحل حيث قام بربط تلك البيانو عبر الأداة التي لديه حتى يتمكن من ضبطه بعد المرور من أسفل الباب. وأخيرا نجح، حيث يقول أن الآلة وبعد أن تدخل لها الجهاز فستقوم بالدفع لك، ولكن لا يمكنها التوقف حتى تزيل أنت الجهاز. مع الجهاز الجديد عاد كل من كارمايكل وبلزامو إلى العمل منفصلين، وبدأ في استهداف جميع الكازينوهات في جميع أنحاء البلاد.
يقول كارمايكل أنه قد أصبح يجني $1,000 في الساعة، وبفضل الجهاز الجديد أصبح كارمايكل وصديقه يحققان أرباحا أسرع 10 مرات مما كان يفعلان في السابق، كما كان يستمتع بإنفاق المال الوفير الذي أصبح يجنيه. لكن وفي سنة 1989 تتوصل الكازينوهات إلى أداة جديدة تلعب لصالحها، وهي كاميرات المراقبة التي أصبحت ذات تقنية أعلى، وبهذا أصبحت كل الكازينوهات قادرة على رصد الغشاشين بسهولة تامة، وأصبحت الكاميرات تراقب جميع جوانب الألعاب بما في ذلك الماكينات. في هذه الحالة باتت مهمة بلزامو وكارمايكل تجنب الكاميرات أولا، حيث استطاع كارمايكل الإفلات من العقاب لما يقارب 2 عامين. ولكن في سنة 1990 لاحظ موظفو المراقبة أن كارمايكل يتصرف بغرابة أمام إحدى ماكينات القمار، فقاموا عندها بالاتصال بعملاء لوحة تحكم مجموعة نيفادا للألعاب، والذين عملوا على ترصد خطوات كارمايكل إلى منزله ومراقبته. وقد كانوا يحاولون انتظار خروجه وذهابه إلى أحد الكازينوهات الأخرى والقبض عليه متلبسا هذه المرة، ولكن ولحسن حظه كان كارمايكل يفكر في الاستراحة لبضعة أيام. وبمرور الوقت ستكتشف الكازينوهات عن أحدث الفتوحات المصممة لحماية عداد النقود، فما بين عشية وضحاها أصبح جهاز كارمايكل بدون فائدة. لم يستسلم تومي لهذا عندما تفوقت عليه الكازينوهات، بل بادر مرة أخرى لصناعة أداة يعاود بها نشاطه. يقول كارمايكل في أحد لقاءاته أنه عندما يتم سؤاله عما إذا كان نادما عما كان يفعل، فإنه يجيب بلا أظن ذلك. في سنة 1990 لا يزال تومي كارمايكل مستعد للغش مرة أخرى، ولكن المشكلة تكمن في أنه تم استبدال العدادات القديمة بعدادات ميكانيكية تعمل بواسطة أحدث المستشعرات البصرية، فقد أصبح بمجرد أن يحتسب العداد المال المطلوب فهو يوقف تساقطه عند الوصول إلى ذلك الحد. فتوصل كارمايكل إلى ابتكار جهاز آخر والذي به نوع من الإضاءة، بحيث عند مرور العملة من العداد يقوم هو بإضاءة الجهاز، فلا يقوم العداد باحتساب تلك العملة فتمر دون علم الماكينة. يقول جيري ماكلينغ أنه ولطالما الضوء يبقى مضاء فلن يتم إغلاق العداد حتى تنتهي كل أموال الماكينة، ولهذا فقد أطلق كارمايكل اسم النور على جهازه الجديد، وهذه المرة تغيرت اللعبة إلى صالحه. كما كان كارمايكل يعلم أنه يمكنه جني الكثير من المال خارج الكازينو عبر بيع وحدات من جهازه الجديد، حيث أن الواحد كان يكلفه $3 لصنعه بينما يبيعه $12,000. فأصبح تومي كارمايكل يجني المال أكثر وأكثر، حيث شكلت مهارات كارمايكل خطرا كبيرا على صناعات الكازينوهات، لأنه كان يشارك الفكرة مع الكثير من الأشخاص الذين يستعملونها لصالحهم، وكانوا يسرقون بها $1,000 يوميا. لم يكتفي كارمايكل بمال لاس فيغاس فقط، بل اجتاحت أدواته كلا من رينو وبحيرة تاهو ولاندينغ سيتي وبيلوكسي، وبفعل وصوله إلى عدة أماكن في ظرف زمني قصير، فقد أصبح كارمايكل نشيطا أيضا في اقتناء الخمور وبعض المواد الغير مشروعة. وبما أن العديدين كانوا يستعملون نفس الأداة، فمن الممكن أن تعلق إحداها في ماكينة القمار ويتم التخلي عنها، وهذا ما حدث، حيث تم العثور عليها من طرف عمال الكازينو الذين سلموها إلى عملاء لوحة تحكم مجموعة نيفادا للألعاب، والذين تمكنوا من تصميم فيديو يرون فيه مالكي الكازينوهات، كما تمت سرقة أموالهم وكيف يتم اختراق ماكيناتهم. استطاع المصلحون تطوير الماكينات مجددا، ولكن ليس لوقت طويل، حيث تمكن كارمايكل من تطوير جهاز النور الخاص به، وبذلك استطاع حل المشكلة مجددا والعودة إلى العمل. وفي سنة 1996 تم القبض عليه للمرة الثانية، حيث شاهده موظفو مراقبة الكاميرات وقاموا بالإبلاغ عنه،
حيث لاحظوا أن كارمايكل يقوم بإدخال شيء ما بالآلة، ثم يبدأ المال بالتساقط ولا ينتهي حتى يخرج يده من هناك. سرعان ما علم كارمايكل بالأمر، فقام بإخفاء الأداة، ولكن الضباط استمروا في البحث إلى أن عثروا عليها لتثبت الجريمة عليه للمرة الثانية. لكن رغم ذلك لم تتم معاقبته، حيث كان لديه محاميا جيدا والذي ادعى أن الجهاز ليس في ملكية موكله، في حين لم يستطع المدعي العام من تأكيد ذلك، حيث أن كاميرات المراقبة لم تكن على الآلات جيدا لتظهر ما الذي حدث بالدقة، ولا تستطيع سلطات لاس فيغاس القبض عليه بعد انتهاء مدة الإفراج المشروط قبل 4 سنوات، وبالضبط سنة 1992، لذا أفلت من التهمة. لكن رغم ذلك يبقى تحت مراقبة عملاء لوحة تحكم مجموعة نيفادا للألعاب، لربما يقوم بتحرك آخر وسيكون الأخير له. استمر كارمايكل في العمل على عدة أدوات أخرى طوال سنوات، وفي الأخير قام ببيعها سنة 1999 لصديقه بلدامو، والذي قرر الذهاب بعيدا ونهب كل كازينوهات الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى، حيث قام بعدة رحلات لكل أنحاء البلاد لهذا الهدف. ولكن بعد 3 أشهر تم القبض عليه، وتمت مصادرة العصا الضوئية التي كان يستعملها ذلك اليوم، كما تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية لبدء التحقيق من طرف العملاء الذين قاموا بالبحث في سجل مكالمات بلدامو، إلى أن وجدوا عدة مكالمات واردة من لاس فيغاس نيفادا من تومي كارمايكل. وعلى إثر ذلك قام عملاء الكتب رفقة عملاء لوحة تحكم مجموعة نيفادا للألعاب بتتبع مكالمات تومي كارمايكل. وبعد مدة من العمل علمت السلطات أن تومي يستعد لغزو عالم المال بجهاز جديد وسيجريه قريبا. كان يتحدث بطلاقة ولا يعلم أنها ستكون آخر أيامه حرا، وأن السلطات تتنصت على مكالماته. كما علم مصنعو الماكينات بكل آلات كارمايكل، فقاموا بتصميم طراز جديد من الماكينات والتي تقوم على مبدأ التذكرة، حيث تقول بيفرلي غريفن أن ماكينة التذكار، وبدل أن تعطيك المال عند الفوز فهي تعطيك تذاكر يمكنك مبادلتها بأشياء من محل الكازينو أو الحصول على المال. الآن أصبحت العصا المضيئة الخاصة بكارمايكل غير مجدية، وهي التي تضع مكان العملات، لأن الماكينات الجديدة ليس بها فتحة للعملات. هنا قام مجددا بشراء تلك الماكينة لكي يفهم تعقيداتها ولإيجاد كيفية للتعامل معها، مثل الفتوحات القديمة للجهاز. لا تزال الماكينات تقبل الفواتير والعملات النقدية، لذلك ابتكر كارمايكل أداة لخداع آلة الفتحة التي اسمها أداة اللسان، حيث استطاع كارمايكل تصميم الجهاز بناء على الاستفادة من خلل في تصميم نظام العد البصري للآلات. فبعد وضع العملة المعدنية في الماكينة، تمر العملة عبر سلسلة من 3 أضواء، ولكن تومي اكتشف أنه يمكنه خداع العداد، وذلك بتحريك أداته للخلف والأمام عبر الأضواء 3. وبهذا لن يستطيع العداد احتساب المال الذي مر من هناك، وفي ثواني قليلة أصبح الجهاز يمنحه ما يقارب 100 دولار. كان كارمايكل يتصل بمجموعة من أصدقائه، ذلك من أجل عرض تجريب الجهاز عليهم، ولا زال يعلم أن السلطات تقوم بمراقبة اتصالاته، كما أنهم كانوا يتبعونه في كل مكان ويتبعون كل من تم تسليمه الجهاز. الآن يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي التصرف بسرعة. وعندما قرر كارمايكل السفر إلى أتلانتيك سيتي، وذلك لإجراء بعض عملات البيع، تم التنسيق مع رجال الشرطة هناك والذين كانوا ينتظرون وصوله، فتم القبض عليه سنة 2000. تم الحكم عليه ب11 شهرا فقط، مقابل أن يقوم بإظهار كيفية اشتغال جميع آلاته والتي استعملها لسنوات عدة. وكلما تطورت تكنولوجيا ماكينات الأقمار كان يتغلب عليها،
ورغم ذلك لا زال العديد من الغشاشين يستعملون هذه الآلات التي قام كارمايكل بتصميمها. وأشهر هؤلاء المستثمرين في السرقة هو مايكل بلزامو، والذي علم عائلته بأكملها كيفية استعمال تلك الأجهزة. في لاس فيغاس تم رصد زوجته بلزامو التي تدعى ستيفاني، وكذا والدتها لوفانا، اللتان كانتا قد تعلمتا فن سرقة الماكينات، وقد ظهر في الكاميرات أنهما كانتا تستخدمان عصا الضوء، ذلك في الكازينوهات القديمة التي لم تقم بترقية آلاتها. ظهر من خلال الكاميرات أن ستيفاني كانت هي من تقوم بالسرقة عبر استعمال الأجهزة، بينما كانت الأم لوفانا تضع حقيبة كبيرة كنوع من الحجب عن الكاميرات المقابلة لها. رغم ذلك رصدت الكاميرات أن ستيفاني كانت تلفت وراءها ثم تقوم بإخراج جهاز ما من حقيبتها وتضعه بالآلة، ثم تعيد يدها إلى الحقيبة كما لو أنها تبحث عن شيء ما. ولأكثر من سنة استمرت عائلة بلزامو في السرقة وحياة الرفاهية. وفي 28 من شهر أبريل من سنة 2006 جلب السيدتان انتباه سلطات جنوب نيفادا، حيث وفي أقل من ساعة حصلتا على مبالغ مالية مهمة في 3 كازينوهات منفصلة تفصل بينها 10 أميال فقط. وبعد مراجعة المقاطع التي صورتها الكاميرات من طرف عملاء لوحة تحكم مجموعة نيفادا للألعاب، فقد أصبح لديهم أدلة كافية لإدانتهما. وفي 5 من شهر يونيو من سنة 2006 تم القبض عليهما وتم الحكم عليهم بعدة تهم، أبرزها تصنيع وامتلاك أجهزة غش. وفي سنة 2008 تمت المحاكمة فتمت إدانة لوفانا بتهمة التضليل، بينما حكمت زوجة بلزامو ستيفاني ب20 سنة سجنا في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن مايكل بلزامو بعد أن دفع كفالة، وبعدها اختفى من المكان عبر فراره وسفره إلى الأرجنتين. بعد البحث عنه تواصلت الشرطة بعدة بلاغات من أفراد عائلته تفيد بأنه قد توفي، ورغم ذلك لم تكن السلطات تثق بتلك الادعاءات لأنها تعلم بمدى الاحتيال الذي يتميز به بلزامو. بعيدا عن بلزامو، عاد تومي كارمايكل إلى مدينة أوكلاهوما بعد الخروج من السجن، ممنوعا من دخول أي كازينو في نيفادا مرة أخرى على الإطلاق. أما بالنسبة إلى ماكينات القمار فيتم كل شهر تجديدها لتصبح أكثر أمانا، حيث يتم حوسبة ماكينات القمار اليوم على أجهزة كمبيوتر خاصة بها، وحتى تستطيع الغش فيها يجب أن تكون خبيرا ومخترق كمبيوتر. وبدون شك هنالك شخص مثل كارمايكل يحاول إيجاد طريقة للتغلب عليها. تومي كارمايكل ومايكل بلزامو قضيا أكثر من 2 عقدين من الزمن في الاحتيال على الكازينوهات، ولا توجد وسيلة لتحديد مقدار ما سرقوه بالضبط، ولكن الخبراء يعتقدون أن المبلغ تخطى $1,000,000 أمريكي. وفي سخرية جريدة من القدر، كارمايكل العقل المدبر والذي تم نفيه الآن إلى مدينة تولسا لم ينتهي بعد من لاس فيغاس، ولا زالت لديه خطة أخرى، وهي تطوير جهاز لخدمة مالكي الكازينوهات عبر اكتشاف الغشاشين، ولكن تم رفضه بسبب سوء ماضيه مع الاختراعات. ويقول أحد المحققين أن تومي كارمايكل كان سيكون غنيا لو خدم بمهاراته المجتمع، فهل ستكون تلك النهاية ويستسلم هذا المخادع، أم أنه لا يزال في جعبته الكثير ليفاجئ به مالكي الكازينوهات وليتمكن من خلاله من الحصول على المال بطرق سهلة، أم أن في الطريق جيل جديد من المحتلين سيعملون بدورهم على ابتكار طرق عديدة ومختلفة للاحتيال وخداع ماكينات الكازينوهات في لاس فيغاس؟ ذلك ما سنكتشفه في الحلقة القادمة، فتفضلوا بمتابعتنا مشاهدينا الأعزاء.
وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم وفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. باشا العراق، طريقة أدائك أكثر من مميزة، وللعلم أول فيديو أتابعك لك وكسبت نبضات قلبي على ترتيبك للفيديو وكم كلفك من جهد، مبارك لك عزيزي. مالك نصر، أخي كريم، أنا من سوريا، بتمنى أن تقرأ تعليقي، أحبك كثيرا، قصص ممتعة. المستوري اف ام، ما شاء الله تمتلك نبرة صوت رهيبة، استمر، محبك من اليمن سعيد. حسين عليلي، صوتك ما شاء الله يلهمني، صوت وثائقي 100%، بارك الله. محمد بن عامر، أسلوبك جميل وراقي يخليك، أتابع المقطع الأخير من ليبيا. وبانتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. مشاهدين الأعزاء، يسرنا إخباركم أننا قد قمنا بإنشاء صفحة على موقع الفيسبوك لقناة وقائع، والتي تجدون رابطها في صندوق الوصف. نعدكم من خلالها بتقديم قصص ذات محتوى شيق ممتع كما عودناكم دائما. لهذا يشرفنا انضمامكم لنا والإعجاب بالصفحة. دمتم في رعاية الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.